فأيها الإخوة، الصلاة التي نصليها بعدما ننتهي منها لا نلاقيها إلى يوم القيامة، ترتفع لا نلاقيها إلى يوم القيامة، بما حدث فيها لا تستطيع أنت الآن أن تعرف ماذا هناك، ماذا هناك في هذه الصلاة التي أديتها، ماذا هناك، ما هي يعني الأشياء التي وقعت فيها؟ هذه ورقة اختبارية لا تطلع عليها أنت، تطلع على النتيجة بعد ذلك، في وقت لا يسمح، غير مسموح باستئناف الجلسة، غير مسموح بمناقشة الأجوبة ولا مناقشة الأحكام. هنا الورقة الاختبارية في الدنيا ممكن أن تطلب أن تراجع وأن تناقش وأن تناضل وأن تطعن في الأحكام، هذه الورقة الاختبارية ليس لك ذلك، لأنك أنت المخطئ قطعا. فالحكم فليس هنالك مجال للطعن فيه، الحكم ليس هنالك مجال للطعن فيه، ولا كذلك يعني مجال لأن ترى أنت ما هو الأجوبة، لكن كن على يقين بأن إذا كان الحكم ضدك فاعلم بأن الجناية منك، لأن الله تعالى لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم كانوا يظلمون. نعم، فإذا هذه الوقفة أيها الإخوة الكرام يحتاج الإنسان إلى أن يثمنها ويثمرها، يثمنها بأن تعظم لديه هذه الوقفة، وبين يدي من سيقف، من ستقف بين يدي من تقف، هنا لا مجال للتصنع، بين يدي من يعلم كل تفاصيل حياتك، أنت تنسى والله تعالى لا ينسى، أنت تنسى ما فعلت، ولو أننا لا ننسى أيها الإخوة لما استطعنا أن نقف، إننا نستحي إذا كان الإنسان فيه حياء يستحي من أعماله التي عملها، ثم بعد ذلك الآن يقف متملقا بين يدي الله سبحانه وتعالى يطالب بأن يعطيه ما وعده، مع أن المنهج واضح، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون،